شوف هانتوما مون كارد اليوم فين 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 كاين هانتوما تشوفوا. هانتوما كتشوفوا شتيه زيد انت تشوف سير حسب انت معايا حسب حسب اشنو وقع راه هادشي كلشي مشرجي 200 راس 180 160 الا كانت غليظه 160 الا كانت رقيقه 200 الا كانت رقيقه بزاف حتى 250 راس انت تشوف انت تشوف زيد انت تشوف اخويا العزيز ها الناس كيراقبوا ديالهم شتي واحد الراجل فوق الكاميو ها هو كيراقب ديالو انتوما كتشوفوا اشنو وقع في واد الشبيكه في الصحراء المغربيه اشنو وقع فيه راه حبسونا والكسيبه اكثر ازيد من 24 ساعه والكسيبه كتموت والتضييعات راه بدات والخسائر راه بدا وكنتمنوا ان شاء الله هذا الفيديو هذا يوصل للمسؤولين ويعرفوا شنو كيوقع وحنا راه مسؤولين على هذه النقطه هذه نوصلوها للمسؤولين ديالنا. شوف هذا الشيء ماشي سهل كل كاميو كتسوى 60 مليون كل فياج ديالها كيسوى 20 مليون وشوف وحاسب معايا راه انتم حساب الله يرحم والدينا شنو كيوقع واش هذا الشيء سهل عندنا واش اللي جا كيضيع الدولاب قد هكا وكيكون مسؤول على هذا الشيء وكيضيع قد هكا ديال المساهم. تحيه لكم مرحبا.